حكم أخذ مقابل 10% للقطة كإلزام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جاء صاحبها فأدها إليه. أما إذا نفسه طابت بإعطائك شيئا فلا بأس بذلك. وقد قال مؤذن يوسف عليه على يوسف السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.